يعني انا عايز اقام بس مشاهدينا الكرام على حركه المرور على الطريق الدائري على مدار اليوم بالكامل بالامس لغايه حوالي الساعه 12 واحده بالليل، عندنا متابعه لمنطقه نفع الاكاديميه على الطريق الدائري. الحمد لله الساعه تقريبا 12 ونص او بعدها كده بقليل تم سحب كل المياه اللي موجوده في النفق وتم ايقاف مصدر المياه وتم فتح حركه المرور على نفق الاكاديميه الشرطه اللي موجود على الطريق الدائري، وما زال حتى الان يعني الحمد لله الان المرور بشكل جيد، حركه المرور مفتوحه في النفق في الاتجاهين، ما فيش اي كثافات اللي كنا بنعاني منها امبارح على مدار اليوم. الحمد لله الامور جيده على الطريق الدائري، يعني برضه عشان اللي عايز يتحرك دلوقتي عبر الطريق الدائري اللي جاي من مناطق التجمع اللي جاي من مناطق الدائري. الدائري طبعا يعني حركه المرور عليه لا تخفى على احد، هو بينقل حركه المرور لكذا موقع ولكذا مكان ولكذا طريق رئيسي كمان، يعني مع ساعات الصباح الاولى بيأمن ان احنا نطمئن مشاهدينا الكرام على حركه المرور عليه. لكن يعني باقي الطرق الحمد لله يعني استقرار في الاحوال الجويه، الامور تسير بشكل جيد. وان كان حركه المرور على مداخل القاهره اللي بنتابعها مع حضراتكم كل يوم في التقاء الطرق السريعه مع مداخل القاهره من ناحيه الشرقيه ومن ناحيه طريق مصر اسكندريه الصحراوي ومن ناحيه الاوتوستراد الجنوب ومن ناحيه الشمال بالنسبه للطريق، الحمد لله يعني الاحجام اقل شويه من كل يوم حد. ممكن يكون برضو بعض المدارس خدت اجازه، ممكن يكون بعض الامور يعني الامور مرتاحه شويه، لكن الحمد لله مداخل القاهرة أفضل من أي يوم حد، وإن كان برضو كالمعتاد أكثرهم كثافة هو المدخل الشمالي من طريق مصر اسكندرية الزراعة. طب وحيث المدخل الجنوبي بسبب مشكلة المعادي مش مقصرة حضرتك، يعني المدخل الجنوبي فيه سيولة؟ هو حضرتك المشكلة اللي موجودة بالتنسيق مع زميلنا السيد العقيد عماد حماد في القاهرة موجودة في كوبري شمال طرة، وده كوبري بيربط مناطق الكورنيش المعادي بمناطق الاوتوستراد في الاتجاه اللي خارج من القاهره، الاتجاه اللي خارج من القاهره. لكن خليني اقول لحضرتك برضو قبل ما اطلع الكوبري في حاره، يعني في حاره تخزين، لكن بنتكلم في ساعات الصبح الاولى على اللي داخل، دايما اللي داخل بيبقى التركيز عليه. تمام. مع ساعات الصباح الاولى الامور تسير هناك بشكل جيد. برضو بنطمئن مشاهدينا الكرام على حركه مرور على محور 26 يونيو، الحمد لله الحركه عليه ممتازه، ما عندناش اي كثافات عليه في الاتجاهين. لكن الحمد لله الامور على المستوى العام جيده، حركه امور مرضيه على كافه الطرق، الحمد لله ما عندناش اي اختبارات بوقوع اي مصادمات، وان شاء الله يا فندم تمنياتنا بوصول جميع الرحلات المريه بخير ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله.